السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء من قناة السعودية وبدايتها بالعناوين. برئاسة خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء يدير تسهيل إيران دخول السعوديين إلى أراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية. المملكة تطالب إيران بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان في دول الجوار. وزارة الصحة تعلن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى عشرين شخصا ووصول دفعة جديدة من مساعدات المملكة إلى مدينة ووهان الصينية للتصدي لفيروس كورونا بسم الله الرحمن الرحيم رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة الملك المفدى المجلس على نتائج استقباله معالي وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب وما تم خلاله من استعراض للعلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية واستعرض مجلس الوزراء الجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية ذوات العلاقة كافة والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمتابعة مسجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لتلك الجهود ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى المملكة وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصاً والحجر الصحي على 468 شخصا واجراء الفحوصات المخبريه المتقدمه على حالات مشتبهه اظهرت 20 عينه ايجابيه تخضع حاليا للرعايه الطبيه في المستشفيات المخصصه والمجهزه للتعامل مع هذا النوع من الامراض مشيدا بما يبذله جميع المعنيين من اجل الحفاظ على الصحه العامه. وعبر المجلس عن تقديره لما صدر عن منظمة الصحة العالمية من إشادة بجهود المملكة وما اتخذته من إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة في هذا الشأن منوها بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين المتضمن تقديم دعم مالي بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي استجابة للنداء العاجل من منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا مما يجسد الدور الإنسانية للمملكة وحرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية لما في فيه خير البشريه مؤكدا استمرار متابعه المملكه لمستجدات الاوضاع العالميه الخاصه بمدى انتشار فيروس كورونا وتقديم كامل الدعم للمنظمات الدوليه المعنيه الساعيه للسيطره عليه واكد مجلس الوزراء ان الاجراءات المتخذه في محافظه القطيف مؤقتا تاتي في اطار التدابير الاحترازيه لمنع انتقال العدوى وتمكين الجهات الصحيه المختصه من تقديم الرعايه الطبيه الافضل للمواطنين والمقيمين فيها مشيدا بتعاون الجميع وتجاوبهم مع تلك الاجراءات الوقائيه للمحافظه على سلامتهم وأدان المجلس سلوك إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين السعوديين إلى أراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مما يشكل خطرا صحيا يهدد السلام ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشٍ في الإصابة بالفيروس، وأوضح وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أشار إلى ما أعرب عنه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في بيانهم الصادر حول تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد من أهمية العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفيروس وترحيبه بالخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة الدول الأعضاء باستخدام أدواتها المتاحة إلى أقصى حد ممكن ومن ذلك تقديم التمويل للمساعدة في الحالات الطارئة وتقديم المساعدة الفنية والمشورة بخصوص السياسات جزءا منها من الاستجابة العالمية المنسقة ودعمهم الكامل للتدابير التي تعمل الدول على تطبيقها لاحتواء تفشي الفيروس وعلاج المصابين به ومنع انتشاره واستعرض المجلس عددا من القضايا والأحداث ومسجداتها على الصعد العربية والإقليمية والدولية منوها بدعم المملكة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوق المشروع وحرصها على وحدة وسيادة وسلامه الاراضي العربيه كافه بالاضافه الى محاربه ظاهره الارهاب والتطرف والتحذير من خطورتهما ورفض ربطهما بالدين الاسلامي الحنيف وتطرق مجلس الوزراء الى ما عبر عنه البيان الصادر عن اجتماع اللجنه الوزاريه العربيه الرباعيه المعنيه بمتابعه تطورات الازمه مع ايران من ادانه لما يقوم به النظام الايراني من تجاوزات سافره ومستمره للقوانين والمواثيق والاعراف الدوليه وممارسات تهدد امن المنطقه واستقرار الدول العربيه والتدخل في شؤونها الداخليه ودعم الميليشيات المسلحه التي بثت الفوضى والفرقه والخراب في دول عربيه عديده وتشديد اللجنه على مطالبه المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ازاء ما تشكله الممارسات الايرانيه العدائيه ورعايتها للانشطه الارهابيه في المنطقه والعالم من تهديد للامن والسلم الدوليين وبين وزير الاعلام المكلف ان المجلس جدد تاكيد المملكه امام مجلس حقوق الانسان في دورته الثالثه والاربعين في جنيف حرصها على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والاخاء والعداله والدعوه الى الحوار ونبذ التطرف والعنف ومحاربه الارهاب ودورها الفاعل والمؤثر للتصدي لظاهره الارهاب من خلال اتخاذ عدد من التدابير اللازمه منها المواجهه الامنيه والفكريه مع اهميه التقيد بحمايه وتعزيز حقوق الانسان وكذلك عزم على المضي قدما نحو دعم وتعزيز حمايه الحقوق الثقافيه في المملكه بما يتوافق مع انظمتها الوطنيه والتزاماتها الدوليه وعبر مجلس الوزراء عن تنديد المملكة بمحاولة الاغتيال التي استهدفت دولة رئيس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة والعمل الإرهابي الذي حاول استهداف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب بأربعة زوارق بحرية أثناء إبحارها باتجاه خليج عدن وتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس واحتفالية في العاصمة الأفغانية كابول وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية أولاً التباحث مع الجانب الروسي في شان مشروع مذكره تفاهم بين المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه في المملكه وجامعه اوفا الحكوميه لتنقيه او لتقنيه البترول في روسيا الاتحاديه للتعاون في مجال تقنيات تحليه المياه وخطوط الانابيب. ثانيا التباحث مع الجانب الياباني في شان مشروع مذكره تفاهم للتعاون في مجال الاسكان بين حكومه المملكه وحكومه اليابان. ثالثا الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا. رابعاً التباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة ومؤسسة المسح الجيولوجي والتعديني في جمهورية الأرجنتين. خامساً التباحث مع الجانب الكوري في شان مشروع مذكره تفاهم بين الهيئه العامه للغذاء في المملكه ووزاره سلامه الاغذيه والادويه في جمهوريه كوريا للتعاون في مجال الرقابه على الاغذيه ومجال المنتجات الطبيه. سادسا: قرر مجلس الوزراء انشاء مركز الفعاليات وفقا للترتيبات التنظيميه المرافقه للقرار. سابعا: الموافقه على انشاء الهيئه السعوديه للسياحه وفقا للترتيبات التنظيميه المرافقه للقرار. ثامنا: الموافقة على إنشاء برنامج وطني باسم البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات وفقا للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار تاسعا قرر مجلس الوزراء قيام المركز الوطني للتنافسية بإنشاء وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها في المركز عاشرا وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي واحد ترقية عساف بن عبد الله العساف إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع. اثنان ترقية الدكتور عبد الله بن سليمان الناصر إلى وظيفة مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. ثلاثة ترقية حسني بن عبد الله بوسطجي إلى وظيفة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحج والعمرة. أربعة ترقية سلطان بن محمد السبيعي إلى وظيفة مدير عام فرع المنطقة الشرقية بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. اكدت المملكه العربيه السعوديه ان انشغال ايران بدعم الجماعات الارهابيه في اليمن وفي لبنان ادى الى حرمان المواطن الايراني من حقه في التنميه وكذلك حقوق مواطني تلك الدول في التمتع بالامن والاستقرار وطالب عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان في كلمة خلال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران أمام مجلس حقوق الإنسان إيران بتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها وباتخاذ تدابير الرامية للتركيز على التنمية في الداخل الإيراني والسعي لتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها والتوقف التام عن التدخل فيما من شأنه تسبب في انتهاكات حقوق الإنسان في دول الجوار وأعربت المملكة عن قلقها إزاء انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات في إيران فيما تتعرض له طوائف الكرد وعرب الأحواز والترك الأذربيجانيين من تمييز في عدد من الجوانب له الأثر البالغ في تمتعهم بحقوقهم الأساسية ومن أبسطها الحق في التعليم والتوزيع العادل للثروة الوطنية والحماية البيئية من جهة ثانية، ثمنت المملكة جهود الأمم المتحدة في دعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة في ميانمار، وكان آخرها إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية المشتركة الخاصة بالأزمة الإنسانية للروهينجا. وحث عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان خلال حواره مع المقررة الأممية المعنية بميانمار في مجلس حقوق الإنسان على بذل المزيد من الجهود الدولية لحث ميانمار على وقف انتهاكاتها بحق أقلية الروهينجا المسلمة واتخاذ خطوات عمليه لرفع المعاناه عنهم ورحبت المملكه بالتوصيات الوارده في تقرير المقرره الخاصه وشجعت حكومه ميانمار بتنفيذها والوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الحمايه لاقليه الروهينجا كما حثت المملكه حكومه ميانمار على الامتثال الصارم بالقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان في سير العمليات او في سير الاعمال العدائيه أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد ستة أو تسعة عشر. وذكرت الوزاره ان ثلاث حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من ايران والعراق. كما بينت الوزاره ان الحاله الرابعه لمواطن لديه اعراض تنفسيه خفيفه وقد حضر الى مستشفى في المنطقه الشرقيه وتم اتخاذ الاجراءات الوقائيه اللازمه تجاهه، هذا واضافت ان الحاله الخامسه لرجل من الجنسيه المصريه قادم من جمهوريه مصر العربيه ظهرت عليه اعراض تنفسيه خفيفه ايضا وقد تم تنويمه في العدد في مستشفى بمنطقه مكه المكرمه. وقالت الوزاره ان بالحالات الخمس الجديده يصبح مجموع حالات الاصابه المؤكده بفيروس كورونا الجديد داخل المملكه 20 حاله وتطمن الوزاره الجميع ان الحالات معزوله حاليا وجاري التعامل معها وتقديم الرعايه الصحيه لها وفق الاجراءات المعتمده. هذا واوضح المتحدث الرسمي لوزاره الصحه الدكتور محمد العبد العالي ان متوسط اعمار المصابين بكورونا في المملكه إلى أنه تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية الس... الحالات المؤكدة للإصابة بهذا الفيروس كورونا الجديد 20 حالة ال 20 حالة منها 10 اللي 10 حالات ذكور و10 حالات إناث متوسط الأعمار للمصابين 47 عاماً جميع الحالات لحالات بالغين ولا توجد اي حاله لحالات اطفال بين المصابين والمؤكده اصابتهم في المملكه العربيه السعوديه. وقال المتحدث ان الحالات المصابه بفيروس كورونا تتلقى العلاج في المنطقه الشرقيه والرياض ومكه المكرمه، موضحا ان الحالات المصابه جميعها مستقره باستثناء حاله واحده حرجه. الحالات التي تم الاعلان عنها وهي مؤكده بالاصابه تتلقى علاجها في مستشفيات مخصصه لذلك في اسره مخصصه للعنايه بحالات العزل للحالات المصابه بمثل هذه الامراض الحالات حاليا تقدم لها الرعايه الصحيه في الشرقيه وحاله في الرياض وحاله في مكه المكرمه جميع الحالات وضعها الصحي مطمئن وفي حاله صحيه جيده باستثناء حاله واحده هي حالة المصاب بالجنسية الأمريكية وهو حالته حقيقة حرجة تقدم للرعاية في عناية مركزة مخصصة للعزل وهو على التنفس الصناعي حاليا نسأل الله لهم جميعا الشفاء والعافية وأكد المتحدث هو أن المملكة من أوائل الدول التي لديها التشخيص الدقيق لكورونا مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة تصب في صالح المجتمع طبعا الخطوات التي تقدم باتجاه الاحترازات والوقايه وتطبيقات الصحه العامه على اعلى المستويات باتجاه حمايه المملكه العربيه السعوديه بمواطنيها ومقيميها من هذا الفيروس ولقدر الله اي انتشارات او تفشيات له على اعلى المستويات وقف وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ على عمل الوزاره في تطبيق المدرسه الافتراضيه بعد صدور قرار تعليق الدراسه في جميع مدارس التعليم العام، واطلع على بدء تفعيل منصه المدرسه الافتراضيه الموحده لمحافظه القطيف واستكمال حسابات جميع المستخدمين في بقيه مناطق ومحافظات المملكه خلال هذا الاسبوع. وتابع آل الشيخ بث قنوات عبر المباشر أو عين المباشر للدروس بشكل غير متزامن لجميع المراحل الدراسية لأجل تمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي وذلك على تردد عرب سات 12437 عمودي من خلال 15 قناة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وتعاد طوال اليوم أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة وللحديث أكثر عن هذا الموضوع انضموا معنا عبر الهاتف الأستاذ ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم التعليم العام بداية نرحب بك أستاذ ابتسام معنا في نشرة أخبار المساء من قناة السعودية ونود أن نعرف تفاصيل أكثر عن آلية التعليم عن بعد وأيضا ما هي الوسائل المتاحة للطلاب الآن شكرا لكم وزارة التعليم تتيح لأبنائنا الطلاب والطالبات ثلاث طرق مختلفة للتعلم عن بعد أولها قنوات عين ببث مباشر يوميا تقدم يوم دراسي كامل يبدأ الساعة الثامنة صباحا وينتهي الساعة الثانية عشر والنصف بجداول موحده، كما أيضا يوجد بوابة وهي توفر كتب ومصادر متعدده، إضافة لبنك أسئلة والمجموعة من من المصادر التي تساعد الطلاب على الدخول لهذه البوابة والتصفح حتى بدون تسجيل الدخول، بإمكان أيضا أولياء الأمور استخدام هذه البوابة أيضا لمساعدة أبنائهم ومتابعتهم. أيضا ابتداء من الأسبوع القادم ستطلق الوزارة منظومة التعلم الموحدة لي جميع الطلاب والطالبات بالمملكة وهي توفر طريقة تعليم تفاعلية بين المعلم والطالب جميل جدا أستاذ ابتسام يعني حظيت يعني خطوة التعليم عن بعد للطلاب والطالبات بدعم كبير من خلال إتاحة التصفح المجاني للموقع حدثينا أكثر عن هذه المبادرة وأيضا كيف ستساهم في إنجاح العملية التعليمية حقيقة هذه عبارة عن جهود تكاملية مشتركة ولله الحمد حازت بالنجاح بين جميع القطاعات نتحدث تحديدا هنا عن قطاع التعليم وقطاع الاتصالات وهي الهدف منها هو دعم منظومة التعلم عن بعد، بإمكان الطالب الآن الدخول على جميع منصات الوزارة وتصفحها مجانًا، بإمكان الطالب الدخول إما من جهاز الجوال العادي أو جهاز اللابتوب أو الكمبيوتر، والدخول إما على قنوات عين على قناة يوتيوب أو عن طريق منص أو الدخول على منظومة التعلم الموحدة أيضًا مجانًا. إذا كنت معنا عبر الهاتف الاستاذ ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، شكرا جزيلا لك. دعت سفاره المملكه العربيه السعوديه بمملكه البحرين المواطنين السعوديين المتواجدين في البحرين والراغبين في العوده للسعوديه بامكانيه السفر عبر منفذ جسر الملك فهد. وقالت السفاره من ليس لديه وسيله نقل بامكانه السفر جوا عبر خطوط طيران الخليج على ان تسري هذه الاجراءات لمده 72 ساعه. من جانبها قالت السفاره السعوديه في الامارات العربيه المتحده انه يمكن للسعوديين العوده من الامارات برا وعبر مطار دبي خلال 72 ساعه المقبله. هذا واعلنت سفاره المملكه لدى جمهوريه مصر العربيه استئناف رحلات الطيران بين المملكه وجمهوريه مصر الشقيقه لليوم الثلاثاء وغد الاربعاء فقط وذلك لتمكين الزائرين السعوديين من العوده الى المملكه. كما دعت سفاره المملكه في فرنسا المواطنين بجمهوريه فرنسا الى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقله تماشيا مع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه التي اتخذتها المملكه مؤخرا وحرصا على سلامه المواطنين. ومن جهتها أعلنت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال تعليق العمل بشاشات تفاعلية توعوية التي تعمل بخاصية اللمس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الرئاسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأوضحت الإدارة أن الإجراء يهدف إلى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولتكون بيئة الحرمين الشريفين خالية من أي أمراض لينعم قاصدها بطمأنينة والسكينة وبينت انه يمكن الاستفادة من بعض المحتوى الرقمي عن بعد عبر بوابة الرئاسة وشاشات العرض الثابته وصلت الى مدينه ووهان الصينيه امس دفعه جديده من المساعدات السعوديه المقدمه من خلال مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه تشتمل على عدد من الاجهزه الطبيه للاشعه الصوتيه والتنفس الصناعي وصدمات القلب ومضخه حقن وريديه وغسيل الكلى وتاتي المساعدات انفادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات عاجله لجمهوريه الصين الشعبيه بما يسهم في تجاوز اثار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. يذكر ان المركز وقع سته عقود لتامين اجهزه ومستلزمات طبيه متنوعه لمكافحه الوباء في جمهوريه الصين الشعبيه تاكيدا للدور الانساني الريادي للمملكه في رفع المعاناه الانسانيه عن جميع الشعوب المتضرره والمحتاجه في انحاء العالم. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين بتقديم مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للمنظمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وعبر الدكتور تيدروس عن امتنانه الكبير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وشعب المملكة للدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأضافت الوزارة أن تسعة وستين مصابا تتلقى أو إصابة تتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات في حين يجري فريق أو يجري فريق منظمة الصحة العالمية اجتماعاته مع الجهات المختصة أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن ارتفاع إجمالي الحالات التي ثبتت ايجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 59 حالة، وأوضحت الصحة أن الحالات التي ثبتت ايجابيتها معملياً لفيروس كورونا اليوم وصل إلى أربع حالات منهم ثلاثة مصريين وسيده أجنبيه، وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقاً. هذا وسجلت كوريا الجنوبية 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7513 حالة وأكدت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أربع 54 أربعة شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن جراء الإصابة بالفيروس في البلاد اعلنت منظمه الصحه العالميه شفاء نحو 70% من اجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين والبالغ عددهم نحو اكثر من 80 الف شخص واوضحت المنظمه في مؤتمر صحفي ان 93% من اجمالي الحالات المؤكد اصابتها بالمرض والبالغ عددها نحو اكثر من عشر الف شخص هم من اربع دول فقط في اشاره الي الصين وايطاليا وكوريا الجنوبيه وايران مؤكدا علي امكانيه السيطره علي الفيروس رغم انتشاره ويتم قياس احتماليه الشفاء من خلال توقف الاعراض اضافه الي اجراء اختبارين سلبيين متتاليين هذا واعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي اغلاق كافه انحاء البلاد وفرض اجراءات العزل الطبي في جميع المدن والاقاليم، ياتي ذلك على خلفيه اتساع رقعه الاصابه بفيروس كورونا المستجد وارتفاع اعداد المصابين والوفيات، كما اعلن حظر كافه الانشطه والمناسبات العامه اعتبارا من اليوم والغاء جميع التجمعات العامه واغلاق جميع المدارس والجامعات حتى الشهر المقبل، كما سيتم تعليق كافه الانشطه الرياضيه في البلاد. بشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم مرة أخرى في نشرة أخبار المساء. نوهى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بجهود وزارة وهيئة الاتصالات الرامية إلى تطوير البنية الرقمية في مدن وقرى جازان بما يسهم في إيجاد نقلة رقمية نوعية. جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي وعددا من المسؤولين بالهيئة. واستمع سموه لشرح مفصل عن خطط عمل الهيئه بالمنطقه الهادفه لنشر النطاق العريض اللاسلكي بالجيل الرابع ونشر خدمات النطاق العريض بتقنيه الالياف الضوئيه وبحث الامير محمد بن ناصر سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزاره والمشاريع التي تم انجازها نوه صاحب السمو الملكية الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز امير منطقة الرياض باهمية دور ادارة التحريات الادارية بالمنطقة في ضبط حالات الفساد الاداري وتطوير المنظومة الرقبية جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم العقيد منصور بن عبد الله الحجيلان بعد تعيينه مديرا للتحريات الادارية بمنطقة الرياض. واكد الامير فيصل بن بندر اهمية دور الهيئة في توعية العاملين في القطاع الحكومي بالانظمة والتعليمات وتوعيتهم بسبل الابلاغ عن حالات الفساد متمنيا لمنسوبي تحريات الإدارية التوفيق والنجاح في عملهم اطلع صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز امير المنطقه الشرقيه على التقرير السنوي لغرفه الشرقيه للعام الماضي قدمه رئيس الغرفه عبد الحكيم الخالدي واعضاء مجلس الاداره ونوه سموه بالتوجيهات الحكيمه لخادم الحرمين الشريفين والسمو لعهده التي اثمرت عن قفزات نوعيه في المؤشرات الدوليه لسهوله ممارسه الاعمال مبينا ان القطاع الخاص شريك اساسي في تحقيق رؤيه المملكه 2030 وأكد سمو أمير المنطقة على أهمية العمل على البرامج التنموية ودعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين متمنيا سموه لمجلس إدارة الغرفة التوفيق في تحقيق تطلعات المنتسبين من جهة ثانية راس سمو امير المنطقة الشرقية اجتماع مركز ادارة الازمات والكوارث بحضور الجهات الشريكة في المركز واطلع سموه على تجهيزات وجهود المركز في الحد من انتشار كورونا المستجد مؤكدا على اهمية تكثيف جهود التنسيق ومواصلة العمل على مدار الساعة من اجل انجاح الخطط الاحترازية الموضوعة لتحقيق السلامة العامة. ونوه سمو امير المنطقه بحرص واهتمام القياده الرشيده للتخطيط المبكر للازمات وتهيئه الكوادر والقدرات للتعامل معها والحرص على تسخير الامكانات للتعامل مع مختلف الازمات أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بمساعد أمير منطقة نجران بجهود لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بمحافظة يدما في استرداد مساحة تتجاوز 20 مليون ألف أو 20 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية بعد التعدي عليها بإحداثيات غير نظامية جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم محافظ يدمه موفق العنزي وتسلم تقريرا عن اعمال اللجنه في استرداد هذه الاراضي وتمن سموه هذه الجهود التي تعكس اخلاص فريق العمل وامانتهم في اداء مهامهم مؤكدا ان عمل لجان مراقبه الاراضي والتعديات يسمو الى احقاق الحقوق ومنها حفظ حق الاجيال المقبله وصون الاملاك والمصالح والمنافع العامه. كما بارك سمو أمير منطقة نجران تكليف فواز المجثل مديرا عاما للهيئة العامة للأرصاد بالمنطقة الجنوبية معربا عن تهنئته له بالثقة وأمنيته له بالتوفيق في مهمته الجديدة وبحث سموه اليوم خطة إنشاء محطات للرصد بالمنطقة وتعزيز دور الهيئة في مراقبة الظواهر الجوية والأداء البيئي لسلامة الأرواح والممتلكات والحفاظ على بيئة آمنة نوه صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز امير منطقه القصيم بما توليه حكومه خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بقطاع التعليم عامه باعتباره الركيزه الاولى في التنميه. جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم وكيل جامعه القصيم للتخطيط والتطوير والجوده الدكتور خالد الحربي وعددا من منسوبي ومسؤولي الجامعه الذين قدموا للسلام على سموه والاخذ بمرئياته وتطلعاته لما يخدم الجامعه وبرامجها. واستمع امير المنطقه على شرح مفصل عن المشروعات والبرامج والخطط التي ينفذها فريق التخطيط والتطوير والجوده ووجه سموه ببذل المزيد من الجهود من اجل تطوير البيئه التعليميه وتحسينها وفق افضل الممارسات العالميه مشيدا بالخطوات المتسارعه في تنفيذ بعض منها المشروعات الخاصه بالجامعه كما التقى سمو امير منطقه القصيم رئيس مجلس اداره جمعيه البر الخيريه بمدينه بريده بر اليوم نائب رئيس مجلس اداره الجمعيه عبد العزيز الحميد واعضاء مجلس الاداره ومدير عام الجمعيه الدكتور محمد الثويني الذين قدموا للسلام على سموه والاستماع الى توجيهات سموه بمناسبه انتخاب مجلس الاداره الجديد واطلع سموه على الخطط المستقبليه للجمعيه الهادفه للتوسع في الاعمال الخيريه والتطوعيه والتركيز عليها وبرامج الجمعيه الرامية للمشاركه في الحياه الاجتماعيه والاقتصادية والتنموية ونوه أمير المنطقة بدور جمعيات البر في تقديم خدمات نوعية لمستفيديها مشيراً إلى أهمية التوسع في الأعمال الخيرية من خلال الشراكة أو الشراكات المجتمعية والمبادرات المتنوعة في الإسكان راس صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز امير منطقه الباحه اليوم الاجتماع الاول لمركز الازمات والكوارث باماره المنطقه وفي مستهل الاجتماع اوضح سموه ان الهدف هو تنسيق نشاطات الجهات المعنيه ودعمها على اسس منهجيه لحشد الطاقات والجهود في حال وقوع اي ازمات او كوارث للحد من اخطارها ومواجهتها بمسؤوليه ورؤيه واحده. واكد امير المنطقه على ان تكون الخطط المعده لذلك بكفاءه ودقه وموضوعيه مع اهميتها من ناحية أخرى أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز على أهمية التعاون مع الجهات الأمنية لخفض معدل الحوادث والمخالفات المرورية. جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم مدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي ومدير مرور المنطقة العقيد مسفر أثبيتي. وطلع أمير المنطقة على تقرير إدارة المرور بالمنطقة الإحصائي لحوادث السير والسرعات المحدثة والخطط المستقبلية متمنا سموه على الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة المرور في ضبط حركة السير على الطرق وداخل المدينه دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمس ملتقى الأمن الفكري تحت عنوان الولاء والوفاء لوطننا المعطاء الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولدى وصول سموه مقر الحفل اطلع على المنصة الإلكترونية مستمعا إلى شرح عما تضمنته المنصة من وسائل دعوية وإرشادية وتوعوية وخلال الحفل شاهد سموه الحضور عرضا مرئيا عن إسهامات الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري من جهة ثانية التقى سمو امير منطقة الحدود الشمالية رئيس المحكمة العامة بعرعر الشيخ الدكتور خالد الجنيدي الذي قدم للسلام على سموه وتقديم تقرير عن حصول المحكمة العامة بعرعر على المركز الاول من بين المحاكم العامة بالمملكة في معدل الجلسات ونسبة معالجة القضايا، وثمن سموه الجهود المباركة التي تبذلها المحكمة العامة بعرعر لرفع مستوى الفاعلية وكفاءة الاداء وفق المؤشرات المعتمدة لدى وزارة العدل مؤكدا ان تحقيق مراكز متقدمة الدمه هو حصيلة الجهود او حصيلة جهود تخطيطيه وتنظيميه حثيثه تنفذ بمسؤوليه وامانه واتقان ومثابره كما التقى سمو امير منطقه الحدود الشماليه اليوم رئيس مجلس اداره الغرفه التجاريه الصناعيه بعرعر نواف الذائدي واعضاء مجلس الاداره بمناسبه تشكيل المجلس حديثا وهنا سموه اعضاء المجلس مؤكدا اهميه ان يكون لهم دورهم الفاعل في تحفيز الاستثمارات وتوفير البيئه الجاذبه واطلع الامير فيصل بن خالد على ابرز الخطط والاهداف التي يسعى مجلس الغرفه الى تنفيذها، واكد سمو امير المنطقه حرصه على تقديم كل ما يمكن او كل ما يمكن من تسهيلات لخدمه رجال الاعمال وجذب الاستثمارات للمنطقه، داعيا لرسم رؤيه استراتيجيه واضحه المعالم لقطاع الاعمال، ووجه سموه بضروره بناء الشراكات الفاعله مع جامعه الحدود الشماليه والادارات الحكوميه المعنيه بصناعه راس المال البشري الوطني. راس صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن نواف بن عبد العزيز امير منطقه الجوف رئيس مجلس المنطقه اجتماع مجلس المنطقه واستعرض المجلس ميزانيه عدد من القطاعات الحكوميه اضافه الى بحث المشاريع الجاري تنفيذها ووجه الامير فيصل بن نواف بضروره التعاون والتنسيق بين الجهات الحكوميه والعمل على سرعه تنفيذ المشاريع المعتمده وفق الجدول الزمني المعتمد لذلك ومؤكدا اهميه تقديم افضل الخدمات التي تحقق العيش الكريم للمواطن وفق توجيهات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده. كما نوه سمو امير منطقه الجوف بالاجراءات والتدابير الاحترازيه التي اتخذتها المملكه لمكافحه فيروس كورونا، جاء ذلك خلال تراس سموه اجتماع مجلس المنطقه الذي ناقش الاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه من فيروس كورونا التي قامت بها صحه والتعليم في وامانه المنطقه والبلديات التابعه لها وكذلك مطار المنطقه. كما حث سموه الجميع ببذل المزيد لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير حفظهما الله في التصدي لهذا الفيروس والرفع لسموه أولا بأول من خلال غرفة العمليات المختصة بذلك استقبل صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب امير منطقه الشرقيه رئيس او رئيس مجلس اداره غرفه الشرقيه عبد الحكيم الخالدي واعضاء مجلس الاداره مبينا ان دور الغرف التجاريه مهم في الحراك الاقتصادي والتنموي الذي تشهده المنطقه. من جهته عبر الخالدي عن شكره وتقديره لسمو امير المنطقه الشرقيه وسمو نائبه على دعمهما المتواصل والمستمر للغرفه وانشطتها ورعايتهما الدائمه للمبادرات التي تطلقها الغرفه. الامر الذي بشكل ايجابي على الغرفه ومنتسبيها. زار صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن مجرم بن عبد العزيز نائب امير منطقه حائل عددا من المشاريع الرياديه والمتميزه المبادره بالتوطين الكامل وذلك ضمن جهود سموه الداعمه في هذا الجانب. وقدم سموه خلال الجولة الشكر لأصحاب المشاريع على إيجاد العديد من الفرص الوظيفية لشباب وشابات الوطن المبادرين بالتوطين الكامل والإسهام في خفض نسب البطالة مؤكدا أهمية إشراك المرأة في العمل لدعم عجلة التنمية والتكامل الاجتماعي من جهه ثانيه التقى نائب امير منطقه حائل نيابه عن امير المنطقه السفير الفلبيني لدى المملكه السيد عدنان الونو ورحب سموه بالسفير الفلبيني كما جرى خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من جانبه اعرب السفير عن شكره لسموه على الحفاوه التي استقبل بها مثنيا على التطور الذي تشهده المملكه في عهد خادم الحرمين الشريفين وفي ختام اللقاء تبادل سمو نائب امير منطقه حائل والسفير الفلبيني لدى المملكه الهدايا التذكاريه بهذه المناسبه كما التقى الامير فيصل بن فهد بن مجرم بن عبد العزيز مدير جمعيه الثقافه والفنون إخضير الشريهي والامين العام لمجلس شباب المنطقه الدكتور جمال الرويطي وجرى خلال اللقاء التوقيع على اتفاقيه مجلس شباب المنطقه او منطقه حائل مع جمعيه الثقافه والفنون التي تهدف الى التعاون المشترك بما يخدم الموهوبين من شباب وشابات المنطقه والاستفاده من امكانيات الجمعيه لتنفيذ مبادرات وبرامج وانشطه المجلس وأكد سمو نائب أمير منطقة حائل أهمية دور الجمعية بارتباطها بالموهوبين في شتى مجالات الفنون والمهتمين بالجانب الثقافي بالمنطقة. نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى في نشرة أخبار المساء. دشن الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عددا من المراكز التي تهدف إلى تيسير إجراءات العمل التجاري وفقا للممارسات العالمية نتابع. بهدف تيسير اجراءات العمل التجاري وفقا لافضل الممارسات العالميه تم تدشين المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه والذي سيسهم في تنميه القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات حكوميه متكامله كما افتتح مركز ذكاء التابع للهيئه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه المركز والذي يعد اكبر مركز لذكاء الاعمال يهدف الى تقديم افضل الخدمات لقطاع المنشات الصغيره والمتوسطه ورواد ورائدات الاعمال حيث يعد اول مركز متخصص في المملكه يسعى الى تمكين المنشات وراس المال البشري من خلال علوم البيانات والذكاء الصناعي وايجاد شركات ابتكاريه ناشئه وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من البرامج لخدمة وتطوير المستفيدين. مجمع ريادة الأعمال هو الآخر سيوفر العديد من الخدمات لرواد الأعمال عبر تقديمه مساحات مكتبية وخدمات لوجستية واستشارات إدارية وتسويقية وقانونية ومالية وإيجاد مجتمع حيوي بين رواد الأعمال لمشاركة تجاربهم وتحدياتهم بهدف توليد الأفكار ومعالجة التحديات من خلال برامج وفعاليات يعمل المجمع على تنظيمها ودعمها. التدشين شمل كذلك مركزا لدعم المنشآت، والذي يقدم جلسات استشارية عبر مختصين من ذوي الكفاءه العلميه والخبره التجاريه اضافه الى تقديمه خدمات دعم الاعمال والتدريب وفق تحديد احتياجات المستفيدين واحالتهم الى الخدمه او البرنامج المناسب لدى منشات او احد شركائها كما سيعمل على تقديم بيانات ومعلومات ذكيه عن القطاعات التي يستهدفها رواد الاعمال وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع شركة سانوفي السعودية وذلك للبدء في توطين ونقل تقنية صناعة الإنسولين محليا في المملكة وإمكانية التصدير الخارجي لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وتضمنت المذكرة التي وقعت بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تبادل الخبرات المعرفية وتوطينها وسرعة توافر الأدوية المبتكرة في علاج مرضى السكري في المملكة ابرم صندوق تنميه الموارد البشريه هدف وشركه باب رزق جميل اتفاقيه تعاون لتنفيذ برامج تدريب وتوظيف تستهدف تاهيل الباحثين والباحثات عن عمل والحاقهم بفرص العمل في القطاع الخاص حيث تسهم الاتفاقيه في البرنامج الوطني لمكافحه التستر التجاري وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية ورفع مستوى مشاركتهم وتنافسيتهم في سوق العمل. وسيعمل طرفا الشراكة على تدريب الباحثين والباحثات عن العمل وتوظيفهم في منشآت القطاع الخاص. والتأكد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيته للمهارات التخصصية التي تحتاجها منشآت القطاع الخاص، ومتابعة استمرارية المستفيدين على رأس العمل، ودعم استقرارهم الوظيفي، واستفادتهم من البرامج التدريبية الإلكترونية المتخصصة والمقدمة عن طريق منصة التدريب الإلكتروني دروب. أصدرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية قرارا يحظر ممارسة التحكيم في المراكز على المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة المركز ومديره العام وأعضاء جهازه الإداري وعدم الظهور بأي صفة كانت أمام هيئات التحكيم في المركز سواء كمحكمين أو خبراء أو وسطاء أو محامين يأتي ذلك حرصا من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم على تعزيز مبادئ وقيم الحياد والحوكمة والشفافية والنزاهة وتلافي تعارض المصالح يشار إلى أن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعوديه تتكون من ممثلين عن وزارات العدل والتجاره والاستثمار وثلاثه من ذوي التاهيل الشرعي والنظامي وثلاثه من ذوي الخبره والاختصاص وفي اخبار الطقس وتوقعاته توقعت الهيئه العامه للارصاد وحمايه البيئه في تقريرها عن حاله التقصير هذا اليوم بمشيئه الله تعالى استمرار نشاط الرياح السطحيه المثيره للاتربه والغبار والتي تحد من مدى الرؤيه الافقيه على نجران والاجزاء الشرقيه من المرتفعات الجنوبيه الغربيه ومنطقتي مكه المكرمه والمدينه المنوره تشمل السواحل منها وسماء غائمه الى غائمه جزئيا على المرتفعات الجنوبيه الغربيه قد تتخللها سحب رعدية ممطره. مشاهدينا الكرام نشرة أخبار المساء انتهت ولم يتبقى سوى التذكير بأهم عناوينها. برئاسة خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء يدين تسهيل إيران دخول سعوديين إلى أراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية المملكة تطالب إيران بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان في دول الجوار وزارة الصحة تعلن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى 20 شخصا ووصول دفعة جديدة من مساعدات المملكة إلى مدينة ووهان الصينية للتصدي لفيروس كورونا شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه